ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بفيديو جديد، فيديو يمكن الناس كلها بتدور عليه وتعبت من الموضوع دوت. لو انت اول مره تشاهد القناه بتاعتي او تدخل فيها، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان كل جديد يوصل لك. تابع معايا الفيديو. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي ازاي تخس 20 كيلو بدون اي تعب وبدون اي دايت وبدون اي حرمان من الاكل ولا تعب ولا اي حاجه خالص. تابعوا الفيديو واشرح لكم الطريقه. نرجع تاني نشرح الفيديو. الفيديو النهارده عباره عن ابلكيشن. الابلكيشن دوت بيساعدك ان انت تعمل حوالي 10 دقائق رياضه كل يوم، ويتابع معاك السعرات الحراريه، ويبتدي يخليك تعمل رياضه اللي هي بتخليك تنزل من منطقه الكرش والبطن والارداف. طيب البرنامج دوت ايه دنيته؟ البرنامج ده انا مجربه بنفسي والحمد لله، يعني في خلال فتره قريبه، يعني نزلت فتره قصيره، نزلت مثلا حوالي من 93 ل 83، مفيش مثلا في 15 يوم. فانا عايزك تشوف البرنامج دوت. البرنامج هندخل عليه كده واسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن تحت. هو البرنامج بيفرض اعلانات. زي ما شفتوا طبعا انا هنا كده مخلص ال 20 يوم، وراجع تاني برضو ابدا من تاني. يعني هو البرنامج سهل جدا وبيحمسك وبيشجعك. طيب التعامل معاه ازاي؟ انا باجي بفتح الابلكيشن وببتدي مثلا ارجع اليوم السادس كده، وبيجي يبدا يقول لي التمارين بتاعتي بالصوت. يعني لو فتحت البرنامج عندك التمرين دوت، ببتدي اقول له ستارت 30، ويبتدي هو بقى ينشطني ويبتدي يخليني اعمل الحركات صح. 3, يعني مثلا خلصناه مثلا، ونخش مثلا التمرين التاني، بيورينا الطريقه بتاعته سهله والطريقه الصحيحه اللي احنا نقدر نعملها. You should feel your triceps engage. زي ما انتوا شايفين كل تمرين 30 يختلف. 3, وكل يوم 2, يا جماعه بيعمل لك 1. رياضه مختلفه. نرجع نكمل البرنامج. طبعا بتخلص التمارين وبالشرح زي ما وريتك في الاول، زي ما بيقول لك بالطريقه. تمام. تيجي بقى عندنا ديسكفري، بيقول لك الناس اللي مرت بالموضوع دوت والناس التقييمات بتاعتها. وهنا بقى عندك بيجيب لك الحركه بتاعتك، كم خطوه في اليوم بتمشيها، ونسبه الميه اللي لازم تشربها، والسعرات الحراريه والدهون، وكل حاجه بيجيب لك بالتفصيل وبالتاريخ وبالساعة كل حاجة. ما تنساش لو الشرح عجبك تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان كل جديد يوصل لك. شكراً.